مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من بغداد النائب السابق عن قائمه الوركاء السيد جوزيف اصليوة. اهلا بكم سياده النائب. في تصريح لكم قلتم ان 60,000 عقار لمواطنين مسيحيين صادرتها جهات متنفذه. من عنيتم بتلك الجهات المتنفذه؟ تحيه طيبه لكم وكل عام والشعب العراقي بخير وسعد في خير ورفاه. سيد الكريم، من نقصدهم هم المتنفذون في أحزاب المتنفذة والذين يتسترون البعض منهم المتسترين بالحشد الشعبي وكذلك المتواجدين في مؤسسات الدولة من المسؤولين الكبار التابعين لهم. يعني هل المحافظات بعينها تعرضت بها أملاك المسيحيين للنهب أم رصدتم هذه الانتهاكات في أغلب المحافظات المتواجد بها المسيحيون؟ هذا الرقم الذي تحدثنا عنه 60,000 هو في المناطق إذا جاز التعبير الخاضعة للحكومة الاتحادية، يعني بغداد وسط وجنوب، ولكن هذا لا يعني أنه في إقليم كردستان ليس هنالك انتهاكات بحق الأراضي ذو أغلبية المسيحية في القرى المتاخمة للحدود المثلث التركي الإيراني العراقي في مناطق منطقة دهوك وكذلك في بقية القصبات التابعة لمدينة أربيل. فهنالك أراضي شاسعة تم استولاء عليها من قبل أيضا المتنفذين في الأحزاب الكردية المتنفذة بعض من الشخصيات فيهم. طيب، كيف تابعتم تعامل السلطة في بغداد مع هذه الظاهرة؟ في الحقيقة يعني تعاملهم إلى حد كبير يمكن القول عنه ليس هنالك أي تعامل بهذا الخصوص، وذلك بسبب أنه القضاء يصدر في كثير من الأحيان إخلاء البيوت، ولكن بما أنهم من يجلسون في هذه البيوت أو يغتصبونها يا إما يكونوا تابعين لأحزاب المتنفذة أو يكونوا أشخاص متنفذين في هذه الأحزاب الكبرى، فبالتالي يتم تهديد المحامي ويتم تهديد صاحب البيت بالقتل إذا تم تنفيذ يعني إخلاء المنازل. أضف على ذلك في كثير من الأحيان الحكومة العراقية والجهات المسؤولة لا تعير أي أهمية وتتحجج لحين لدرجة أنه يكل ويمل المواطن المسيحي ويعني يصل لقناعة بأن هنالك تعمد في هذه الظاهرة. يعني عذرا سيادة النائب، كيف لدولة تريد أو تقول أنها تريد أن تنهض بواقعها السياسي والاجتماعي والأمني أن تسمح بوجود ميليشيات وفرق موت تسيطر على ممتلكات غيرها بالقوة ويغيب في وقتها القانون عن محاسبتهم ومعاقبتهم؟ في الحقيقة هنالك خطاب مأسول في عموم العراق من أقصى إلى أقصى يتبناه الأحزاب المتسلطة والأحزاب المتنفذة، خطاب صفاف، خطاب صفصطائي مأسول، ولكن ليس هنالك تطبيق على أرض الواقع. بالإضافة إلى ذلك حتى القوانين التي شرعت أغلبيتها لا تنفذ بسبب الولاءات الطائفية والولاءات الدينية والولاءات الإقليمية، فبذلك يعني الأغلبية متفقون لا يزال أنه ليس هنالك ما بعد 2003 ليس هنالك دولة بمفهومها الدولة بمؤسساتها، وإنما هنالك دولة الأحزاب والعوائل والأسر والأحزاب. سيادة النائب، المكون المسيحي مكون مهم وهو جزء مهم من المجتمع العراقي، عانى كثيرا من وجود الميليشيات الخادمة للمشروع الإيراني في العراق. هل ما يحدث في نينوى وغيرها من انتهاكات وسرقات للمسيحيين وممتلكاتهم هو جزء من خطة تغيير ديموغرافي تحدث هناك؟ بدون أدنى شك هنالك جهات ترصد مبالغ طائلة لشراء الأراضي تابعة للمسيحيين، والبعض الآخر يعملون على تزوير المستندات الأراضي التابعة للمسيحيين، والبعض منهم يستولون على هذه الأراضي أو الممتلكات والبيوت والعقارات بطريقة مباشرة.
وللأسف الشديد نعم البعض منهم هم بلباس ديني طائفي، ولكن ولائهم ليس للعراق وإنما ولائهم لأجندات خارجية. طيب، ما الخطوات التي ستتخذونها مبدئيا من أجل وقف هذه الانتهاكات وأن يسترد المكون المسيحي حقه باعتباره جزء طبعا مهم من المكون العراقي؟ يعني على ما يبدو يعني نحن بح صوتنا من أجل ومن خلال مناشدات للحكومتين الإقليم وحكومة الاتحادية، ولكن ليس هنالك أي استجابة بهذا الخصوص، والاستجابات تكاد لا تفكر. فبالتالي على ما يبدو نحن مجبرين على تدوير قضيتنا والتعامل مع المجتمع الدولي، بحيث يكون هنالك ضغط سياسي على الحكومتين من أجل نيل الحقوق واسترجاع الممتلكات والعقارات. يعني يؤسفني أن أقول نحن مجبرون على هذه الخطوة. كنا نتمنى أن تكون الحلول عراقية، أن يكون تفاهمات فيما بيننا كمكونات الشعب العراقي وكسياسيين عراقيين، ولكن إلى حد كبير فقدنا الأمل بهذا الحل ونحن مجبرون على تدوير القضية. جوزيف صليوة، نائب السابق عن قائمة الوركاء، شكرا جزيلا لك.